السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ الشيخ. نعم، سؤال. حضرتك دلوقتي انا يعني قتلت شخص خطأ. قتلت شخصا خطأ. يعني هو كان بيتعدى عليا بالسكينه، ايوه، انا بعدت عني عن نفسي فجت فيه بدون قصد فمات. بعدت السكين عنك فجاءت فيه بدون قصد فمات. تمام. ايوه، دلوقتي الشخص دوت يعني كنت بسأل على الدية، مع العلم بعض المواضيع. أول حاجة ده كان بيصد الله سبحانه وتعالى وبيصد الدين، ما كانش بيصلي ولا بيصوم، وكان مرة قطع مصحف في الأرض. فهسأل لا بسأل على معلش، الدية. هذه القضية تنظر عن قرب، لا يصلح في الهاتف. تمام. طب في سؤال آخر أنت بقى نفس ما الموضوع. تقولش قتلت خطأ، أنت تدافع عن نفسك. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عض رجلا، مسك يعني مسك ذراعه يقض يعض، فنزع الرجل يده من فمه بقوة فسقطت ثنايا الرجل، فجاء هذا الرجل الذي سقطت ثناياه إلى رسول الله يطالب بديتها. قال النبي عليه السلام: يقضم أحدكم أخاه كما يقضم الفحل، ثم يأتي يطلب ديتها؟ يعني يتركها لك تأكلها يعني، ولا مش فاهم؟ فأنت الآن في محل دفاع عن نفسك، أثناء الدفاع ارتدت عليه السكين فمات. على كلامك أنت ليس عليك شيء، لكن قضية تنظر عن قرب. شكرا.